السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة، وإن شاء الله هتلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله عندنا عرضة وغنديكم معايا، بقاو معايا حتى الأخير الفيديو باش تشوفوا الأجواء. كما شفتوا معايا دزنا الباتيسري، خدينا هاد لي غاتو سواغي، قدتهم لينا هذيك البنت بديكو مختلفين، كاين ديال البيستاش، ديال الفخيز، ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا هنايا. درناهم في الكونجيلاتور حيت صهد واحد الحراره بزاف. هنايا صورت لكم الاجواء برا كيفاش دايره، واحد الشميشه سخونه والصهد بزاف، واخا هكاك الدار بارده شي شويه. غنحطو الدجاج، صراحة جا كيشهي زوين بزاف، راه باين غير من المنظر ديالو بلي راه زوين، والمذاق ما نعاودش ليكم، لذيذ بزاف. وهاد الكيكه قديناها ديال الكاكاو كتجي زوينه بزاف، والطريقه ديالها سهله، راني شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل، كتجي لذيذه بزاف والمقادير ديالها بساط. Thank you.
درنا ليها دانيت من الفوق ودرنا لها الباستا. الباستا ديال الفاني كتجي زوينه، الطريقه ديالها سهله، غير جربوها. راح تاتلكم الوصفه في الفيديو اللي قبل، غادي تلقاوه. وهنايا كنا غادي نحطوا الكوتي، شويه ديال الحلويات المغربيه، الشباكيه والصابلي، وهنايا الكيكات. وغادي نحطوا حتى هذوك لي غاتو سواغي. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في شي فيديوهات اخرى ان شاء الله.